نحييكم مشاهدينا من العاصمة السورية دمشق في شاميادة السيف سياسة ضمن تغطية الميادين للانتخابات الرئاسية. دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، لكن الحديث عنها وعن أهميتها وإجرائها بحد ذاته إضافة إلى شفافيتها لا يتوقف. غرب يشكك وبعضه يمنع السوريين اللاجئين على أرضه من المشاركة، فما الذي تمثله هذه الانتخابات ولا سيما في مسار الحرب في سوريا وعليها؟ وهل هي بحاجة إلى مصادقة من الغرب؟ وما الذي يقوله القانون الدولي في هذا الشأن؟ معنا في هذه الحلقة كل من رئيس الوفد العراقي لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية النائب قاطع ركابي وعضو رابطة الحقوقيين العالميين الديمقراطيين الذي يأتي ضمن وفد لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية الدكتور حسن جوني. مرحبا بضيفينا، شكرا لانضمامكما إلينا في هذه المساحة. واسمح لنا دكتور أن نبدأ مع السيد قاطع الركابي. بداية، أنتم في وفد عراقي ترأسه حضرتكم، لو تحدثنا عن المهمة التي تطلعون فيها وما أهمية وجود مثل هكذا وفود في انتخابات كالانتخابات الرئاسية السورية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولقناة الميادين الفضائية ولمشاهدي هذه القناة وكذلك لضيفك العزيز الدكتور. حقيقة جئنا بدعوة من السيد رئيس مجلس الشعب السوري السيد حمود الصباغ لوفد من مجلس البرلمان العراقي، وعلى رأس هذا الوفد والتقينا يوم أمس مع السيد رئيس المجلس مجلس الشعب، وكان حديث حول العلاقات العراقية السورية وكذلك عن مفهوم الانتخابات ومدى أداء هذه الانتخابات في هذه الأجواء التي تعيشها سوريا. ولاحظنا أنه هناك إصرار من قبل القيادة السياسية السورية على أن تكون هذه الانتخابات في موعدها المقرر وهو يوم غد، وكذلك لمسنا إصرار من الشعب السوري من خلال الاحتفالات ومن خلال الحضور في الشارع السوري، وهذا ما يدلل على العزيمة الثابتة والقوية من قبل الشعب ومن قبل القيادة على الاستمرار وعلى تحدي كل الصعاب التي مرت بها سوريا خلال العشر سنوات الماضية. وأنتم تضعون الأمر في يعني دلالات بعض المشاركات بالنسبة للتفاعل للشارع السوري، هذا سنقف عنده لجهة أهمية أو الطرح، من يشكك، من يتحدث عن النزاهة أو حتى عن ضرورة الذهاب بمسار انتخابات في النظر لما شهدته سوريا في عقد من الحرب. لكن اسمح لي هنا أيضا في استنتاج واستطلاع أيضا يعني الرأي من دكتور حسن جوني، ونفهم يعني عندما تكونون أنتم عضو رابطة الحقوقيين العالميين الديمقراطيين وهذا وفد يأتي لمواكبة هذه الانتخابات، حدثنا عن هذه الرابطة وعن أهمية أن نرى مثل هكذا مشاركة، ما الذي يعني تأتون للاطلاع عليه وبأي يعني أي ثقل لما قد تخرجون به بالنظر لما يقدمه أو تقدمه بعض الأطراف العربية والغربية المشككة أساسا بهذه الانتخابات؟ أنا أولا ألف شكر لقناة الميادين وألف شكر لكم يعني وللمشاهدين يعني نوجه لهم تحية. نحن أتينا إلى دمشق لمواكبة الانتخابات الحاصلة. جمعتنا نحن نمثل جمعية أو الرابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالميين. بكلمة بسيطة هي نحن متواجدون الآن في أكثر من 100 دولة في العالم. رئيستنا هي من الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيسة أمريكية، والأمين العام بلجيكي، ونائب الرئيس الذي توفى من حوالي أسبوعين هو فرنسي. هذه الجمعية تأسست منذ أكثر من 73 سنة. يعني تأسست مباشرة بعد تأسيس الأمم المتحدة وكان لها تواجد موجود في العالم. عندنا مهمات طبعا نراقب ليس فقط الانتخابات، إنما أيضا هي ليست مهمتنا تحديدا، ولكن نراقب أيضا المحاكمات. لذلك أنا أيضا أمثل، أنا عضو مكتب تنفيذي في هذه الجمعية وهي لا تمثل أشخاص. يعني مثلا في سوريا اتحاد المحامين السوريين هو عضو مراقب معنا في المكتب التنفيذي، اتحاد المحامين العرب عضو مراقب في المكتب التنفيذي وهو عنده مليون محامي اتحاد المحامين العرب تقريبا، وبالتالي هذه المنظمة تاريخية ومعروفة. النقطة الثانية، نحن أيضا في رابطة
المجلس الدولي للمحاكمات العادلة وحقوق الإنسان بجنيف. أيضا هم يعني عندهم تمثيل في مجلس حقوق الإنسان، والرابطة الحقوقيين الديمقراطيين عندها التمثيل في اليونسكو دائم، وكذلك الأمر في مجلس حقوق الإنسان. لماذا في اهتمام بالمواكبة لهذه الانتخابات؟ وما الثقل يعني معذرة سواء الرابطة أو يعني الهيئات الأخرى التي تفضلت بطرحها بالتقرير الذي ستخرج به من خلال هذه المواكبة؟ حقيقة في عدة جمعيات أنا أمثلها، بس ما حبيت ناخذ وقت. نعم. أنا نائب رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية، وأرسلت لهم أني سأرسل لهم تقرير أيضا، طلبوا مني ذلك. هلأ ما الأهمية؟ أهمية هي صراحة مهمة، يعني ليس مسألة التشكيك، نحن لا نرد على الدول التي تشكك. المسألة هو الدور للتوقيت، اليوم تجري الانتخابات في سوريا في توقيت في وقت حساس جدا جدا في المنطقة وفي العالم، وخصوصا أنه هذه الانتخابات اليوم في تعددية فيها، هناك تعددية سواء في الشكل، يعني هناك ثلاث أشخاص تقدموا وقبلت الترشيح، وأيضا في المضمون. يعني أنا امبارح التقيت بشغلي يعني بالعمل للتقرير، طلبت اللقاء مع المرشح المعارض الوطني، وأخذت منه كيف يرى الانتخابات إلى آخره. أنا أعتقد اليوم كل العالم ينظر إلى الانتخابات، ليس فقط جمعية الحقوقيين الديمقراطيين أو الجمعية المحكمات العادلة في جنيف وحقوق الإنسان، إنما أعتقد أن الحدث هو سياسي بامتياز، ليس فقط قضية، ليس فقط لها مفاعيل داخلية فقط. ليش؟ لأنه الجميع كان يراهن على سقوط سوريا. لم نكن نتصور لحظة، لست أنا أتحدث بشكل عام، في اجتماعاتنا في المكتب التنفيذي إلى آخره كان دائما تشكيك أنه سقوط سوريا، سقوط الرئيس، كل هذه المشاكل. فجأة سوريا تفاجئ العالم بانتخابات، وأنا أتيت قبل وقتنا قبل وقت لنراقب، عندما نريد أن نأخذ تقرير ليس فقط على صناديق الاقتراع، راقبنا الحركة الإعلامية بكامل، قنوات خاصة القنوات السورية، وراقبنا أيضا الصحافة، كان في مراقبة لهذه المسائل، وأنهينا امبارح بالأمس لأنه خلص ب 25 شهر الحملة الانتخابية، راقبنا توزيع البانويات في الشوارع وعملية إزالتها طالما دخلنا أيضا بالصمت الانتخابي. هذه نقاط مهمة جدا، أنه في عملية مواكبة لكل العملية الانتخابية، ونحن نجري فرزا بين الجانب الفني التقني والخلفية أيضا السياسية، وهذا مفيد. وسنستفيد منك دكتور في جانب القانون الدولي بالنظر للمواقف الغربية التي تحدثت أو شككت وقالت بأن هذه الانتخابات يعني باطلة أو غير شرعية وفق التعبير، ودور الأمم المتحدة هنا مهم. سأعود إليك دكتور، لكن في الخلفية التي وضعتها أيضا في الجانب السياسي، بالعودة إليك سيد كابي، أنتم عند وصولكم أيضا قلتم بالأمس في تصريح أيضا لوكالات إعلامية سورية بأن إجراء هذه الانتخابات بحد ذاتها يسجل كنجاح للدولة السورية على أنها دولة مؤسسات وتستطيع أن تطلع بدورها، وأجبتم ويعني أكملتم في ذات السياق بأنه بالنظر لما يحاك لسوريا من مؤامرة. كيف يمكن تبيان رأيكم هذا بين ما تقومون به مواكبة للانتخابات في شكلها تنظيمها وهذه الخلفية التي تتفضلون بطرحها؟ كما تفضلت أنه فعلا هو رهان كبير جدا. الحكومة السورية أثبتت أنه لديها القدرة على إتمام هذه الانتخابات، وهذا واضح من خلال الاستعدادات، وكذلك واضح من خلال المشاركة الموجودة، لأنه وجود ثلاث مرشحين هذا يدلل أنه فعلا هناك ديمقراطية، سواء كان هذه الديمقراطية شكلية أو غير شكلية، ولكن في الواقع هناك أكثر من مرشح، وهذا أكثر من مرشح يدلل على أن الحكومة السورية لديها القناعة بنفسها أنه هي قوية وقادرة على تجاوز كل الصعاب اللي موجودة. كثير من العالم كان يراهن على سقوط النظام السوري خلال هذه الفترة، ولكن نحن في بغداد كنا نعلم أن الشعب السوري والحكومة السورية لديها القدرة على مماشية هذا الأمر. وأنا أتذكر في أحد سفراتنا إلى واشنطن
في بداية حكم الرئيس الأسبق أوباما كنت مع السيد المالكي عندما كان رئيس وزراء، وكانت بداية الأزمة السورية. كان السيد أوباما يراهن أنه النظام في سوريا ممكن أنه لا يتعدى 6 أشهر أو أقل من 6 أشهر. السيد المالكي قال له: يا سيادة الرئيس، هذا الكلام غير صحيح. مع الأسف أنتم تسمعون من طرف واحد وتنظرون بعين واحدة إلى القضية السورية. القضية السورية والشعب السوري والنظام في سوريا يختلف عن باقي الدول العربية. سوريا الآن فيها تحدي كبير، في ذلك الوقت في بداية الأزمة سوريا فيها تحدي كبير، وهذا التحدي أما وجود أو عدم الوجود. فالإنسان عندما يصل إلى هذه المرحلة لا يبقى أي شيء أمامه، وإنما يقطع كل السبل في سبيل أن يدافع وفي سبيل أن يثبت للعالم أنه لديه القدرة على الاستمرار. وفعلا نلاحظ أنه كثير من الناس يعني مبهورة أنه سوريا في هذا الوضع، وعشر سنوات مرت والنظام السوري باقي والشعب السوري متلاحم مع النظام. وهذا يدلل على أنه حكمة رئيس النظام وحكمة الشعب السوري الذي وصل إلى هذه القناعة. والآن نلاحظ أنه التفاعل المنقطع النظير كما نراه في القنوات وكما نلاحظه في شوارع دمشق من هذه الأهازيج، ويعتبرون يوم غد هو عرس انتخابي فعلا، سوف يتوج الناخب كل ما يستطيع في سبيل أن يخرج بالمرشح الذي يتماشى مع الوضع ويقوي سوريا ويدعم سوريا إن شاء الله. طيب، ربما يكون من بعض الجوانب المفيدة أو التي تحمل خلاصات في هذه الانتخابات أنه نستطيع يعني أن نلاحظ طريقة التفاعل للمزاج الشعبي السوري في بعض المناطق، سيما تلك التي لم تكن مشاركة في الانتخابات عام 2014، وبعض المناطق التي أريد وسمها بهوية معينة بصبغة معينة وما إلى ذلك. هذا تلحظونه في مواكبتكم دكتور حسن جوني، لأنه يختلط يعني الجانب التقني الفني مع السياسي. وهنا نريد أن نمايز موقف الأمم المتحدة من هذه الانتخابات عن باقي الدول التي توضع بأنها أطراف منخرطة بشكل أو بآخر في الحرب في سوريا وعليها. الأمم المتحدة تقول بأنها لا تواكب هذه الانتخابات لأن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والأمم المتحدة يعني تمنعها من ذلك. هل هذا صحيح؟ أنا أولا أريد أن أعقب بكلمة. تحدث الدكتور عن مسألة أنه الشكل الانتخابات، طبعا نحن أول شيء بنفتش عليه أنه الشكل فيه 3 مرشحين قبلت لبوا يعني المطلوب قانونا، ولكن أيضا نبحث في المضمون. بالمعنى عندما نتحدث عن التعددية، التعددية ليست فقط في الشكل، عدد الأشخاص الذين تعددية بنلحظ البرنامج، وأنا اطلعنا على البرنامج هو موجود طلعنا عليه، و طبعا تم ترجمته لارساله الى بروكسل الجمعيه والى جنيف. فايضا ليس فقط شكل، انما في هل هناك في موضوع الفكر، ليس فقط في المشروع البرنامج. لذلك هذا ما دعاني اني التقي بالمعارضه وطرحت هذا السؤال: هل انتم عندكم مشروع فكري مختلف؟ هل هناك صراع فكري، تعددية فكرية؟ في تبين لي نعم أنه هو من مدرسة أو هم من مدرسة فكرية، طبعا بالنهاية مدرسة قومية سورية إلى آخره، ولكن تختلف عن المدرسات الفكرية لسيادة الرئيس. وربما بعتقد ممنوع نقول سيادة الرئيس هلا، بس أنه للمرشح الثالث اللي هو الرئيس الأسد. هون الإجابة كانت أنه لا، في تعددية بهذا الشكل. يعني حابب أنا أوصل وسأكتب ذلك في التقرير أنه ليس فقط تعددية شكلية، أنه عنا 10 مرشحين بس، ولكن ما في بينهم غير بعض الاختلافات. بالعكس، ومتابعتي على الإعلام، أنا حابب نحكي شوي بالموضوع قبل أو فضل إجابة ونخلي موضوع الإعلام النقطة الثانية. تستطيع بكل الأحوال أن يعني تنتهي من موضوع متابعة الإعلام ونكمل ونوسع في موضوع الإعلام. تابعنا نحن الإعلام، وكما قلنا المرئي اولا اللي هو اهم. لاحظنا انه حتى بالمقابلات مع الاحتفالات في الشارع كان في تجنب، ما بعرف كيف عملوها، ما بعرف التكنيك اللي عملوه، انه ما احد جاب سيره حدث عن مرشح.
يعني ولا واحد عم يعملوا معه مقابلة سمى اسم مرشح من سلاسل الأسماء. وأعتقد هذا نحن في بلد وفي رئيس جمهورية وفي أعتقد حسب ما سألت بعدين قالوا لي كانت أوامر الرئيس إنه بالحملة الانتخابية بده يكون في مساواة، اللي بيذكر اسمي بده يذكر اسم هذا قالوا لي هيك يعني بالحملة. وبذلك تبعنا نحن هذه المسألة لقينا انه الموضوع هيدا عاملين نوع من ليس فقط في الشكل في توزيع الوقت، توزيع الوقت واضح كان في توزيع حضرتكم تعرفوا كان في توزيع معادل للكل، وهذه طبعا من الاسس في الانتخابات كمتابع او مراقب. وباوروبا هيك بيعملوا بكل العالم بتوزيع بتوقيت معين توزيع لكل فريق، انما حتى بالمقابلات في الاحتفالات لانه شاف في احتفالات في الشوارع كان في نوعا ما ضبط لعملية أن لا يتحدث المواطن في الشارع طيب. لمرشح أكثر من مرشح طيب. بالنسبة لموقف الأمم المتحدة هون بدنا نميز، نحن لذلك قلنا أنه عندما سألتيني عن المواقف الدولية المشككة أنا أعتقد أنه سوريا لو أرادت أن ترد تعطي أذنها للمشككين وهذا ما وصلت لهون. سوريا خاضت المعركة وتابعت ووصلت لنا لأنها حرب كونية عليها. عندنا نقول كونية طبعا نستثني الحلفاء لسوريا وهم كسر وهم على فكرة أكثر من نصف العالم، يعني بين الهند والصين وروسيا أكثر من نصف العالم، وناهيك عن كوبا ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. لذلك الذين يحاربون سوريا مش هني بشكل الأكثرية في هذا العالم. أمام هذه الحرب الكونية اللي عملوها بالتسلح وإلى آخره وإنشاء داعش وتخريب المحاول والحصار إلى آخره، أعتقد سوريا لا تعطي إذن للمشككين. أنا نقطة. النقطة الثانية هون نيجي على الأمم المتحدة وضع مختلف. وهذا اللي ما أسأل عنه. الأمم المتحدة سوريا ما زالت عضوة تشكل هي تأخذ الكرسي لسوريا ولها سفير نوجه له التحية السابق السفير جعفري وموجودة في مجلس حقوق الإنسان وأنا أحضر كل جلسات مجلس حقوق الإنسان. سوريا موجودة ولها كلام وتتابع ولا ترد على المشككين في الجلسة. ما هو دور الأمم المتحدة في مسألة الانتخابات؟ ما ليس لها دور لأنه هذا يشكل تدخل بشؤون الداخلية. المادة 2 فقرة 7 من الميثاق الأمم المتحدة تمنع أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة تدخل بشؤون الداخلية باستثناء مجلس الأمن على أساس فصل 7 عندما يتخذ عقوبات. غير هيك لا تستطيع الأمم المتحدة سواء كانت الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام أن يصرح في هذا الموضوع على شأن داخلي وشكل كونه في ممثل الأمم المتحدة يعني خاص بالملف السوري، ولذلك الموقف الأمم المتحدة هنا يختلف عن السياقات الأخرى بالنسبة للانتخابات في دول ثانية. سأعود هذه النقطة إذا كان لديك تعقيب، لكن أطلنا أيضا على السيد ركابي تقييمك أيضا للتعامل الغربي، هل بالفعل نحن نحتاج لمصادقة غربية على هذه الانتخابات؟ والنقطة الأساسية هنا بالنسبة للموقف الغربي الأمر مرتبط فعلا بالإجراءات الفنية والتقنية نزاهة وشفافية في الانتخابات أم ماذا؟ الانتخابات بحد ذاتها هي شأن داخلي سواء كان لسوريا أو أي دولة تقام فيها الانتخابات، ولهذا ليس هناك فرض من الأمم المتحدة أو جهة أخرى أن تكون حاضرة إلا إذا طلبت الدولة المعنية من الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان أو الجهات الأخرى أن تحضر بصفة مواكبة أو صفة مراقب أو صحيح. الأمور الأخرى، ولهذا هو شأن داخلي. بالعكس التدخل المفروض على أي نظام سواء كان أمم متحدة أو مجلس الأمن أو غيره هذا مرفوض، لأن هذا حق طبيعي لأي دولة أن تقيم الانتخابات سواء كان انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمان. مع الأسف يعني هذا الظاهرة اللي لاحظناها بالنسبة إلى الوضع في سوريا أنا أتصور الأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة ليس لها الحق أن تبدي رأي معارض إلى هذه المسألة لكن من غير
لكن في موضوع الغرب تحديدا، لماذا وربما من التجربة العراقية، لماذا يفترض أن يكون هناك ما يشبه شهادة المصادقة الغربية حتى يكون في الذهنية أو في الصورة العامة التي تقدم خصوصا في منطقتنا في دول العربية وكأنه هكذا تكون الانتخابات ديمقراطية؟ هذا الأمر مربوط بعض الأحيان في مسألة التزوير والشفافية. إذا كان تزوير وشفافية موجودة ممكن أنه يكون اعتراض من قبل الأمم المتحدة أو حقوق الإنسان، وأما إذا كانت الانتخابات تسير بشكل طبيعي لا أتصور هناك يعني وجود إلى رأي الأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة، وخاصة في سوريا. في سوريا صحيح أنه هناك معارضة والمعارضة مشاركة فيه، لأن هؤلاء المرشحين الثلاثة هو الرئيس ومعارضين اثنين اللي أعرفه أنا مو هالشكل. فما ينبغي أن يكون للأمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة في وضع إلا إذا كان اعتراض من قبل المعارضة أنه حدث تشويش على الانتخابات أو عدم شفافية في هذه الانتخابات كما تفضل الدكتور. يعني إحنا نلاحظ فعلا لم نسمع ذكر إلى أحد المرشحين، وإنما هو استنهاض إلى الشعب السوري ودعوة الشعب السوري للمشاركة في هذه الانتخابات. لم يذكر، لا يذكرون السيد بشار الأسد ولا الأخوة الآخرين الموجودين المرشحين الاثنين، وهذا ما يدلل أنه فعلا هناك ممارسة ديمقراطية تحاول الحكومة السورية أو الآخرين أن تبين للعالم أنه لا يوجد هناك أي ضغط على أي طرف من الأطراف، سواء كان المعارضة أو النظام أو الشعب بشكل عام، وهذا ما يدلل أنه صفة إيجابية للحكومة السورية والنظام السوري. أريد أن نقطة مهمة، نحن عندما كنا نبدأ بالتقرير بحثنا عن المعارضين، يعني عن الرئيس نعرف تاريخ ودوره، ولكن بحثنا عن المعارضين هن أصبحوا معارضة الآن، يعني أنشأناهم، تبين لنا أنه تاريخهم ينتمون إلى أحزاب عريقة في سوريا. اثنين وينتمون إلى فكر مختلف، يعني نوعا ما، وأيضا تبين لنا أنه هم الحزبان معارضان منذ زمن بعيد، لم يعني عارضوا ودفعوا ثمن المعارضة في مرحلة من المراحل إلى آخره، وبالتالي استمرارية هذا يبين الانتخابات الآن ستبرز أنه طيب أنتم معارضة من 30-40 سنة بهذا البلد ودفعتوا ثمن معارضة، يعني في أحيانا تعرضوا، يعني حسب بالمقابلة لكم أو باللقاء اللي عملته مع أحد المرشحين المعارض أنه والله يا أخي نحن عشنا هذه المعارضة وأحزابنا وإلى آخره بمرحلة من المراحل، وبالتالي قلت له أنا شخصيا قلت له أنتم في أي مناطق متواجدون الآن؟ هل أنتم عندكم تواجد في مناطق معينة؟ تبين لي أنه عندهم تواجد قوي في بعض المناطق، يعني وعنده ثقة مع احترامنا للجميع أنه يعني بعد شوي كان حاب يقول لي أنه يعني أخشى أن أقول، بس أنه يعني كي لا أؤثر في الانتخابات لأنه اليوم خلص صار في صمت، لا كان عنده ثقة أنه دوره وهذا، وأشار لي حرفياً بلقائي معه بالأمس وكتب ذلك في التقرير، أشار لي حرفيا اللي حتى هذه اللحظة بالأمس مساء ليلا حتى يعني آخر ليل اللي حتى هذه اللحظة ما في أي تجاوزات من ناحية المسار المؤسساتي والديمقراطي، أنا أتحمل مسؤولية عما أقول وأعلن هذه المسائل، حرفيا قال ذلك حتى هذه اللحظة، قال طيب حتى مساء الأمس، يعني في استكمالا بالنقطة، وأردت أن تعلق بكل تأكيد يعني تستطيع ذلك سيد الكابي. نعم. في ماذا يفيد الغرب الرافض لهذه الانتخابات المشكك فيها وبنزاهتها إن لم تجرى بنظر سياق الحرب في سوريا وعليها وعقد، يعني عندما لا تتم يعني إجراء انتخابات هذا يعني فراغ دستوري سيكون يعني بشكل هرمي من رأس القمة تباعا، كيف يستفيد الغرب أو كيف يفيد أساساً الملف السوري أو سياقات بتصوري معارضة الدول التي تعارض على سير الانتخابات في سوريا هي معارضة سياسية صحيح. وليس معارضة على سير الانتخابات،
هم يحاولون بقدر الإمكان أن لا يبقوا سوريا، وكانوا يعملون خلال هذه العشر سنوات في سبيل أن يغيروا النظام، هذا الهدف الموجود. ولكن سوريا ثبتت للعالم أنها لديها القدرة على الاستمرار من خلال نظامها ومن خلال شعبها ومن خلال القوة الموجودة في هذا الشعب. فالمعارضة التي تبدأ خارج سوريا هي معارضة سياسية، ليس معارضة على وجود مسألة الشفافية، أو ممكن أن تكون هناك عدم نزاهة هذه الانتخابات. بالعكس كما تفضل الدكتور، يعني احنا نلاحظ هناك شفافية كبيرة، مثل ما تفضل أن هناك الشارع مفتوح لكل المرشحين، لا ينفرد السيد الرئيس أو الأخوة الآخرين المرشحين بهذه. ولهذا نلاحظ هل الأمر له الصور علاقة بأنه الصور اللي موجودة والإعلانات؟ وأنا أبقى معك سيد ركابي، هل الأمر مرتبط بأننا نتحدث عن ثلاثة مرشحين وبالتالي عملية انتخابية فقط، أما نتحدث عن مزاج عام؟ يعني اليوم عندما نرى حشود كبيرة تخرج في كل المحافظات والمدن السورية وتلتف عند خيار الدستوري لإجراء الانتخابات، في الخلاصة هنا ليس نسأل إذا كانوا مع هذا المرشح أم لا، بغض النظر عن ذلك المشهد الذي شهدناه لا سيما في بعض يعني المدن السورية تلك التي قدمت بصورة مختلفة، يعني واحدة منها مثالا وليس حصرا الغوطة الشرقية لدمشق، نرى بفعاليات دينية وهذا مهم حول ما قدم حول يعني عمق المشكلة في سوريا، في حمص في مسجد خالد بن الوليد، في حلب في مسجد يعني عبد الله بن عباس، وبالأمس أيضا في الجامع الأموي بدمشق فعاليات دينية مسيحية ومسلمة تشارك. الخلاصة في طريقة فكرة المواطن والتعاطي مع هذا الاستحقاق أكثر من أنه من سيختار، لا؟ لا، حقيقة نحن منذ يوم الأول الذي وصلنا به إلى دمشق لاحظنا هناك تفاعل من كل الفئات اللي موجودة كما تفضلتي، ليس على مستوى الفئات الدينية وإنما على كل المستويات والطبقات الاجتماعية. والظاهرة التي لاحظناها يوم أمس كما تفضلتي في حمص وفي حلب وكذلك في الجامع الأموي، هذا يدلل أنه هناك تمازج بين الشعب وبين الحكومة، وهناك إصرار من كل الفئات في سوريا على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر في سبيل أن لا يكون فراغ دستوري ويكون ضعف في الوضع في سوريا. وهذا حقيقة شهادة إلى الشعب السوري وكذلك للنظام الذي واكب هذه المعركة الطويلة منذ عشر سنوات وأثبت وجوده، وإن شاء الله يثبت وجوده. ونحن في العراق دائما نقول أنه سوريا لديها القدرة وسوريا عندها الحماس القوي، بين النظام وبين الشعب هناك تلاحم وهناك إصرار على مواكبة كل الصعاب التي مرت بها في السنوات الماضية. سنكمل في نقطة مهمة بس بشكل سريع الإجابة عن سؤالك. بدنا ناخذ موقف ايضا تبعهم، ما يقولوا انه ربما في هون في البلد ضغوط الى اخره، ضغوط على المؤسسات، ولكن ناخذ وانا حاب احكي بتحبي نحكي فيها بعد موضوع الانتخابات اللي حصلت خارج سوريا، هذه نقطه ما بعد الفاصل. هذه مرتبطه بالاجابه عن سؤالك الاول حول موضوع حتى الدول الغربيه وطريقه التعامل، سنتحدث عن موقف تلك الدول كيف تعاطت مع بعض يعني اللاجئين او النازحين السوريين في إتمام العملية الانتخابية في الخارج، وسنتحدث نتعرف كيف ستعملون في يوم غد وإياك دكتور حسن جوني ودكتور وسيد قاطع ركابي ومشاهدينا، لكن سنتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل هذه المساحة شام وياد السيف سياسة ضمن تغطية الميادين الانتخابات الرئاسية. فاصل ونواصل، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في شام ويادة سيف سياسة، نحن نواكب الانتخابات الرئاسية السورية ونحن اليوم أيضا في صمت انتخابي نتحدث عن الإجراءات الأخيرة
وعن طريقة أيضا التفاعل والتعاطي على مستوى بعض الدول العربية والغربية مع هذه الانتخابات. نجد ترحيب بضيفينا هنا في استوديو الميادين في دمشق، سيد قاطع عركابي هو رئيس وفد مجلس النواب العراقي لمواكبة هذه الانتخابات، والدكتور حسن جوني أيضا في ذات المهمة ولكن ضمن رابطة الحقوقيين العالميين الديمقراطيين، وإضافة أنك تمثل العديد من الجمعيات ذكرتها في بداية هذه المساحة. مرحبا بكم من جديد، سأستأنف النقاش وإياك دكتور حسن جوني. وصلنا لنقطة وكنا نبحث في خلفيات المواقف لبعض الدول الغربية، نحاول أن نفرز بين ما هو في سياق القانوني والقانون الدولي والجوانب المرتبطة بالأمور القانونية والفنية والخلفية السياسية التي تتداخل بشكل واسع وكبير. مشهد الانتخابات في الخارج، الموقف الغربي كان لافتا، دول كثيرة منعت السوريين من يعني المشاركة في هذه الانتخابات، بعضها وافق وأصدر يعني مواقف أيضا تعتبر هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة، ونذكر هنا في المثال فرنسا. ما هو تقييمك لهذه الخطوات التي اتهجتها تلك الدول الغربية وبأي خلفية تضعها؟ كما تفضل الدكتور أنه كابي هي مسألة موقف سياسي وهذا واضح، يعني نعطي أمثلة، في دول ما فيها انتخابات وطلاقي أنه العلاقات السياسية وما فيها برلمان حتى ولا فيها مجلس ولا فيها رئيس ومجلس، فيها يعني ما نسمي الدول، بعض الدول تحدثون عن دول عربية، بعض الدول الخليجية وليس فقط، في دول في أمريكا اللاتينية، في دول حلفاء لفرنسا وللولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأمريكية أو حتى في القارة الأسيوية، وهن يتغاضون يعني عن ما يحصل، يعني بصير فيها انقلابات وتغييرات وبيستلموا الحكم وبيرجعوا إلى آخره، كل هذه المسائل عشان ما نفوت بالتفاصيل، وهم يؤيدون وما فيها انتخابات، بيكون لا انتخابات ولا مؤسسات ولا مجلس شيوخ ولا مجلس نواب. وهون يؤكد على مسألة المؤسسات في هذا البلد حسب ما راقبناه، يعني حتى هذه اللحظة نؤكد أن يبدو أنه في المؤسسات عامل موجود بقوة. هلأ يؤكد هالمسألة أنه يا أخي ليش منعته السوريين في الخارج؟ بحب أوضح نقطة، السوري في الخارج وليس فقط لاجئ كما يريد يحط الصورة، هو في لاجئ وفي مهاجر، وفي كل دول العالم، نحن في لبنان عندنا المهاجرين إلى الخارج والتعريف يختلف، يعني مهاجر من يذهب من أجل يعني عمل أو دراسة، في طلاب كتير في الخارج، هذا تاريخيا يعني ليس. وثانيا سوريا عانت من الحرب، يعني الناس هربت من الحرب، مش بالضروري كل واحد لاجئ، هو بمفهوم اللاجئ إذا أخذنا معاهدة اللاجئين لا ينطبق بهون، يعني هو كان في الأساس هو الذي يعاني من اضطهاد، فتم عام 66 إضافة بروتوكول أيضا بيهرب من الحرب، يعني اللي بيهرب من الواقع الحرب مش ضروري يكون معارض مع السلطة أو ضد السلطة، بلاده بلد بيتهم هدم وما بده يروح، عملية منع الجميع يعني سواء كمن كان موجودا لا هدم ما عنده مكان يسكن فيه، فعنده أخ في ألمانيا، أخ في فرنسا، صديق هناك راح لعنده. لذلك المفهوم المعطى، الطابع المعطى للاجئ بهذا الشكل مقصود عند الدول، أنا لا أقول غربية، الدول هيدي المعارضة لكن المنع بحد ذاته في جوهره دكتور لأنه معارضهم يعرفون تماما. هل القانون الدولي يعني ما قول لا القانون الدولي في عملية المنع هذه؟ لا هذا انتهاك، يفترض أنها تتغلب الديمقراطية، هذا تدخل بشؤون الداخلية، أنت ما لك على عنده سفارة في كل دول العالم، سفارة تعلن عن الانتخابات، أنت ما لك على، وطبعا بيصير مهرجانات، يعني نحن في بيروت بيصير انتخابات، كل دول العالم تنتخب، يصير انتخابات في السفارات ويعملوا انتخابات ويعملوا مهرجانات خاصة في السفارة الفرنسية لكن مثلا. ما قول القانون الدولي في ذلك؟ ما في هذا التدخل بشؤون الداخلية، نحن أعطينا الإجابة منذ البداية، دول حرة في هذه المسائل، حرة تعمل انتخابات، لأنه خلينا نقول الديمقراطية لها مفاهيم، نحن كحقوقيين ديمقراطيين في العالم عندنا مفهوم مختلف، نحن عندنا حق الشعوب أيضا ليس فقط حقوق الإنسان، قضية معقدة، يعني المفهوم الشكلي للتعددية الشكل الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نعتبر أن هناك في انتخابات، كما يعني عندنا موقف من هذه المسألة، لأنه نحن وهذا موقف كل العلماء السياسي، أنه أنت ما مفهوم الديمقراطية أنه يوصل شخصين على آخر الانتخابات ويصير على بأمريكا مثلا الولايات المتحدة
بيوصل للرئيس بأقل من 20% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ينسحب على العديد من الدول الغربية. طبعاً يعني طبعاً في فرنسا الانتخابات 50-51-55% بياخذ منهم، خليه ياخذ أقل، بياخذ أقل من نص بالدورة الأولى، خليه الدورة الثانية. يعني بالنهاية لا يمثل، وهذا ليس حديث مني، اليوم يدرس في جامعة السوربون وأنا طالب كنت في فرنسا، يدرس الديمقراطية الشكلية، يعني هذا درس. سوريا لا تعتمد هذا الشكل من أشكال الديمقراطية، هناك أشكال متعددة. هل هي الديمقراطية؟ هون عفوا اسمحي لي، يجب أن لا نخلط الأمور. بذكر الرئيس الحص قال مرة أنه في لبنان كثيرا من الحريات وقليلة من الديمقراطية، هذا يتطلب دراسة، ما لأنه في يعني بلد في كثير من الحريات، الحريات شيء والديمقراطية شيء آخر. هذا الخلط عند الأوروبي بشكل عام والأمريكي يريد أن يخلط كل شيء بعبارة حريات، ويصير هي الديمقراطية وهي كل شيء. لا، هذا مش هذا الأمور. طيب أنت كيف بدك تعملي ديمقراطية في بلد يعاني من الفقر، أو في بلد يعاني من البطالة، في بلد مثلا في فرنسا، اسمحي لي بلد بعرفه، هذا أتوجه إليه يعني لكل المشاهدين، وهذا مهم إضافة. هل نعرف أنه في فرنسا مثلا شخص يملك أكثر من 50% من وسائل الإعلام؟ وحضرتكم تعرفوا ماذا يعني يملك وسيلة إعلام بكامل، 50% أو حتى أكثر من المكتوبة والمرئية. ناهيك عن دور يعني هيدا مفهوم الديمقراطية كله بدنا نطرحه بساط البحث، ولكن سوريا من الدول التي لا تسمح بالتدخل بشؤون الداخلية، وكلنا نذكر عبارة وزير خارجية المعلم يا كيري في جنيف، أنتم منكم جايين تتدخلوا فينا؟ يعني هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يذهب يجي مراقبين من لبنان أو من سوريا أو من العراق أو ما بعرف من وين يروح يراقبوا الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه نقطة هل تسمح مهمة دكتور. هل تسمح فرنسا بذلك؟ هذه نقطة مهمة لجهة أيضا سوريا سامحة الآن. نحن موجودون الآن متواجدون. على فكرة لازم أقول نحن نلتقي فيهم في عندك وفد روسي قوي كتير، في وفد أمريكي، صحيح، في وفد أمريكي موجود، صحيح، في وفد من كل دول العالم. طيب هذا لا يمكن أن يحصل في دكتور فرنسا. دكتور اسمح لي، هذه نقطة مهمة خصوصا فكرة ما هي الديمقراطية حقيقة، والنماذج التي طرحتها يعني هي نماذج مهمة. أيا يكن ليس بالضرورة أن يكون النموذج الغربي الديمقراطي هو نموذج يمكن أن يسود على كل العالم، والحديث عن صناعة الرأي العام أو حتى فقط من يترشح للانتخابات الرئاسية هو من الحزب الديمقراطي والجمهوري، حتى حاكم ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية إما من الحزب الديمقراطي والجمهوري، وهذا مسار يعني بحث طويل لكنه مهم الإشارة إليه. بكلمة ما أقول مضمون، ما الفرق في المضمون؟ يعني ساعات بترشح عم نشوف بغير رئيس بس المضمون ذاته. نعم. وبعدين التشكيك مش مني، لأنه لازم يعرف الجمهور، متابعين الميادين مثقفين وبيعرفوا، التشكيك ليس مني. نعم. التشكيك من قبل الأحزاب الفرنسية. ولذلك قلت هو مثال، نضلت مع حزب أحزاب. نعم. فرنسية قوية ضد المفهوم الديمقراطي. هذه نقطة يعني الحريات قابلة للنقاش كثيرة. موضوع آخر. نعم سيد ركابي، موضوع الموقف الغربي من التعامل مع النازحين السوريين أو اللاجئين السوريين في منع إتمام هذه العملية، وإلى أي حد يعني تعطي الخلاصة بالنهاية للمراد بشكل أو بآخر، أو حتى المسار للمستقبل في طريق التعاطي مع الملف السوري؟ إذا فعلا ردنا أن نتحدث عن الشرعية الدولية وعن الديمقراطية التي يتحدثون عنها، أنا أتصور أنه من حق الحكومة السورية ومن حق السوريين الموجودين في دول العالم الذين منعوهم عن الأداء بأصواتهم، لهم الحق أن يقيموا دعوات على الدول، لأن هذا حق شرعي. الدستور صحيح. الدستور ضمن أنه لكل مواطن أن يدلي بصوته، من غير ممكن أنه أنت تأتي من خارج سوريا وتمنع الإنسان أن يدلي بصوته. هذا غير صحيح. القانون الدولي لو قطعت أصلا، لو فعلا هناك عدالة دولية للحكومة السورية وللسوريين المتواجدين في الدول الأخرى أن يقيموا دعوات على الدول التي منعوهم من أداء أصواتهم، لأن هذا خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار الديمقراطية الذين يتحدثون بها. وكما تفضل الدكتور، أين هي الديمقراطية؟ الديمقراطية التي يتكلمون بها في أي مكان؟ في أي دولة؟ النموذج العراقي
مهم أن نذكرها. وبمعنى عندما الغرب يريد أن يقدم بأن الانتخابات في البلاد تقوم على أسس لها علاقة بالأحزاب السياسية، وضع الأمر في العراق بطريقة مختلفة تحت عنوان التقسيم الطائفي، المكونات تنتخب من يمثلها وليس على مستوى الوضع. نحن الوضع حتى رؤيتهم الوضع في العراق يختلف عما هو في سوريا. نحن حكومتنا ووضعنا توافق سياسي في بلدنا، فمن غير ممكن أن الذهنية الغربية. أي الذهنية الغربية مع الأسف، ولهذا هم يحاولون. إحنا لدينا انتخابات في 10/10 لمجلس النواب، يحاولون أن يكونوا يتدخلون في كل خصوصيات هذه المسألة، ولكن رفضنا أي تدخل. مو مشكلة أنه قلنا ممكن أن يكون مراقبين من بعض الدول أو الأمم المتحدة، ولكن يتدخلوا في الشأن الداخلي ويكون لهم يد في تغيير بعض القضايا، هذا شيء ممنوع ولا نسمح به. نعم. بموضوع الدعوة تفضل. سألتيني لأنه الأمم المتحدة حابب بحكي بالموضوع. عدم السماح للمواطن، وهذا عرف دولي أنه كل الدول تفتح السفارات طبعا، ماذا يعني؟ هو ليس فقط انتهاك القانون السوري، يعني إذا بدهم يقدموا قضية أمام القضاء الفرنسي الألماني إلى آخره، ما بده يقدموا انه والله انتم انتهكتوا القانون السوري، ما مانوا على انتهاك القانون الدولي العام لحقوق الانسان. لحبول وين بسرعه لانه اشار الى وضروري كنت سالتك عنها بالمناسبه. سالتيني عنها. العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه عام 1966 كل دول العالم اطراف فيه، وهو اصبح عرفا دوليا، وليس هو فقط ولكن اتحدث عنه. الان يتحدث انه يحق لكل مواطن، حق لكل مواطن المشاركه في الحياة السياسية العامة في كل بلد في وطنه. هذا حق يعطى له من القانون الدولي العام وحقوق الإنسان أن يشارك في الحياة السياسية العامة في بلده، سواء عدم ترشيح أو انتخاب. طبعا هو يشارك بشكل يحدد. عندما عم تمنعيه يروح يشارك بمعزل عن السياسة بالقانون، هو انتهاك للمواثيق الدولية التي ترعى هذه النقطة. وإضافة إلى ذلك عدة بسموها قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقول بأنه هو حق وواجب، في فرق، هو حق وواجب أن يشارك في العمل. لأنه الوقت داهمنا بشكل كبير، وأريد أن أستفد من الدقائق الأخيرة. مهمة التي يمكن أن يعني أن نرى عملكم فيها في يوم غد، في يوم الانتخابات. سيد الكابي أبدأ معك. نعم. كيف يعني سنراكم يوم غد؟ كما قلت شكل؟ نحن مهمتنا هي مواكبة هذه الانتخابات، وإن شاء الله بكرة سوف تكون لنا جولات على بعض المناطق في العاصمة دمشق وكذلك في ريف دمشق، من أجل أن نطلع عن كثب ونكون عن قرب مع المواطن ومع الدوائر الانتخابية. وشاهدت كل الإجراءات، وشاهدت الإجراءات اللي موجودة يعني على مستوى هذه على مستوى هذه الانتخابات إن شاء الله. طيب دكتور، يعني نفس الشيء، يعني نفس القصة، ولذلك ختمت امبارح بالليل بلقاء مع المعارض لأخذ، وقال لي حرفيا أنه حتى هذه اللحظة، حتى ساعة الواحدة ليلا بالأمس، كان يقول لي أنه كل شيء ما بنعرف بكرة حسب الصناديق الاقتراع كيف حتصير الموضوع. ولكن اليوم متابعة الإعلام، اليوم شفنا في صمت، تابعت من الصباح الإعلام، في صمت انتخابي موجود كما نراه في أي دولة أوروبية اللي نحن نعرفها تماما. وأنا أعتقد أنه بدي أرجع شوي الاهتمام، ضروري نرجع نأكد عليه، الاهتمام العالمي ووجودنا إلى آخره مرتبط بالذي حصل في سوريا. سوريا اجت مرحلة كانت هي اهتمام العالم والكون كله على أساس إسقاط النظام، ومن خلال إسقاط النظام إسقاط سوريا والمنطقة بأكملها. فبدل أن يسقط النظام، اللي حصل هو أنه سقط التغيير على مستوى العالم، لم تعد فقط العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية. الأحادية القطبية سقطت من سوريا، الصراع على النفط والغاز في المنطقة، كل هذه الأمور. العالم يتابع الانتخابات السورية بشكل دقيق ومفصل، لذلك نحن هنا من أجل توضيح لهذا العالم. وعندنا الاجتماع المكتب التنفيذي بعد أسبوعين، سواء في المجلس الدولي للمحاكمات العادلة لحقوق الإنسان أو في المنظمة الديمقراطية، وسأنقل أيضا إلى الجمعية العربية للعلوم السياسية التي أنا نائب الرئيس، هذا الجو العام، لأنه في اهتمام
هم طلبوا مني يعني في مجموعتنا اهتمام كامل لانتخابات أسكرة. في سوريا شكرا لهذه لك. الأسباب الجيوبوليتيك في المنطقة ويراهنوا في البعض يراهن على التغيير إلى آخره. أدور رابط الحقوقيين العالميين الديمقراطيين والذي تأتي أيضا ضمن مواكبة هذه الانتخابات الرئاسية في سوريا الدكتور حسن جوني، أشكرك رئيس الوفد العراقي لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية النائب قاطع ركابي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم، نحن متواصلون في تغطية الانتخابات الرئاسية السورية. شاموا يا ذا السيف، سياسة انتهى، إلى اللقاء.